بيدفع الشباب إلى الهاوية، وكان يهرب من المواجهة ويهرب من الميدان، مرة بحجة إنه عنده صداع، ومرة بحجة إنه شاحن التليفون فقده، ومرة بحجة إنه كان عنده حالة دوار، ومرة كان عنده حالة قيء. في كل مرة لا يعدم المبررات، وكان دائما ما يجلس أمام المذيعين أو الإعلاميين ويستعرض، وعندما يسأل سؤال كان شهيرا بفكرة أنا أشكرك على هذا السؤال. كل سؤال سئل لحازم عبر كل هذه السنوات كانت إجابته الأولى أنا أشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم جدا. يبدأ يحاول إن هو يضع نوع من الود بينه وبين مقدم البرنامج، وكان دائما ما يطوف ويدور، واللف والدوران كانت مهنة هذا الرجل. عندما وصلت به الأمور إلى باب لا يمكن إنه يعود منه مرة أخرى، وباب التكفير، بدأ يستخدم عبارات الجهاد والدعوة إلى الجهاد بشكل كان مثير في هذا التوقيت. كيف تدعو للجهاد في هذا التوقيت؟ والجهاد ضد من؟ ومن هو مؤهل للجهاد؟ ومن أنت حتى تدعو للجهاد؟ تعالوا نستمع إليه. ياريتهم يفتحوا لنا باب الجهاد ونحن نري الله من أنفسنا صدقا. الناس مستعدة تستشهد في سبيل الله، مستعدة تنصر الأمة، ولكنهم يمنعون الجهاد. ها قد فتح الباب. بيتحدث بيقول دعونا نري الله ما في أنفسنا، لقد رأى الله ورأى الناس ما في أنفسكم من خوف، من خنوع، من كذب، من إيثار أنفسكم على الآخرين. أنتم في هذا الإطار كان في وقت وصول الإسلاميين للحكم في 2011 و12 و13 كانت القدس مفتوحة أمام الجميع. لم نرى لحازم أو حازمون، هذه الجماعة التي أنشئت وأسست نفسها لتسبيح بحمد حازم.